لعيبه النادي طيب. الاهلي ما ريحوش. ناخد تليفون مهم برضو من اعضاء عضو مجلس اداره اتحاد الكره واللي كان معانا على الهواء اثناء المباراه وكان موجود في الازمه اللي حصلت مع الجماهير والقائم باعمال رئيس الاتحاد كابتن الحاج محمود الشام. جميل الحاج محمود، مبروك. الف مبروك، مبروك الفوز، مبروك العلي. لا انا بتكلم مبروك طبعا على يعني التنظيم، وانا عارف طبعا كان موسم شاق بشكل كبير جدا جدا ليكوا، سنه تقريبا او سنه وشهرين قاعدين شغالين، فمبروك وان شاء الله السنه الجايه يبقى احسن تنظيما واحسن دقه باذن الله ان شاء الله. الله يخليك. انا بس انا اخويا الكبير كابتن طريح يا سيد معوض كابتن سيد حبيبي حجيجه كل سنه طيب يا حاج، مبارك عليكم وايام مصر كلها البلاغ وعرفات، وكنا هنحج السنه الجايه يا صحبه يا رب. امين اللهم امين ان شاء الله. انا بقى بكره ادعي لكم هناك ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يتقبل الصعب. حاج محمود واحنا بنكلمك قبل الماتش كان واضح يعني ان حضرتك كنت مشدود ومتوتر وعصبي شويه نظرا للي حصل، يمكن دخول بعض الناس بدون ما يكون ليهم يعني ورق او الكلام اللي انتوا كنتوا عاملينه المفروض مسبقا. كنت ساعتها على الهواء بتطالب الامن ان هو يراجع ويحاسب المسؤول. قول لي بقى وانت هادي كده ايه اللي حصل؟ والله يعني ربنا ستر في اليوم ده. اليوم ده اولا في اختيار خاطئ في اختيار بطرس بارت في النهائي لما وصل الاهلي والزمالك للنهائي. اعتقد ان هو كان لابد، وبعتنا جواب لاعاده مراجعه صمم الامن على اقامه المباراه في هذا المكان. انا شايف ان كان لابد ان يبقى الاستاد اوسع عشان نقدر نحكمه، حتى عشان لو دخل لا قدر الله عدد نقدر نسيطر عليه. تمام. ماشيين كويس جدا الساعه 5 وربع، ما فيش اي حد بيدخل، حتى اللي معاهم الاي ديات اسمهم مش مكتوب ومختوم بالورق ما كانش بيدخل. تمام. وفجاه جبت في اقل من 18 دقيقه دخل لا يقل عن 1500 في مقصود في الاولى يمين اللي حضرتك شفتهم على الشمال. طبعا ده حصل نوع من بالنسبه لنا يعني ثلاث ايام ما بننامش، اللجنه شغاله بنراجع اسم محضر تحضيري، الامن اللي بيطلب 25 25، النادي الاهلي ملتزم بال 25 ورفض زيادته، الزمالك طلب 50 رفض الامن تماما وقال لك ما عنديش تعليمات، ما فيش ولا الهوا ولا واحد. حضرتك ولادي ما دخلوش، ولاد ابنك كان معاك وما دخلش مع الاي دي، بتاعه ما دخلش، قال لك اسمه مش مكتوب في الكشف. سبحان ماشي. الله ماشي. يبقى لسه الناس كلها، وفجاه تبص تلاقي المدرج ده مليان، يعني مش عايز اعرف تفسيرك ليه ايه المدرج مليان ده يا حاج محمود؟ يعني طبعا الامن دخل تفسير طبعا اكيد طبعا، وده نقطه محتاجه تحقيق، وانا ما انفعلتش يعني طبعا خالد بيه بذل مجهود، كان عارف الضغوط اللي عليهم والكلام ده، لكن اكيد لازم نحاسب نفسنا كلنا من جوانا، مين من جوه عمل هذا الاختراق وضيع التعب والمجهود. طب مش بس انا اللي عارفه حاج محمود، انا ما رحت للاستاد ده مره واحده بس في حياتي، فانا شفت مره ان هو في بوابه كبيره بتخش منها وبعدين بتخش على البوابه بتاعت الاستاد دي، هل في بوابات ثانيه في الاستاد ده ولا انا مش عارف؟ ايوه في مداخل من ناحيه النادي ملعب الفرايا يعني انت ايوه ممكن يجي من بره من ناحيه النادي من ورا خالص وفي ثلاث كذا بوابات، هو دي النقطه القضيه، هو ده استاد بتروسورت وخطورته، زي ما تلاقي حضرتك في مدينة العرب تلاقي له كذا مدخل من جوه النادي ومن جوه المطعم ومن جوه كده، هي دي مشكله الاماكن دي. فعلى هذا الاساس يعني حسينا بمجهود، حتى مجهود الامن اللي اتبذل جوه المباراه والضغط الرهيب عليهم هم كمان ضيعوه. كنا نفسنا البهجه تبقى موجوده في التزام بالعدد 200 300 واحد التزامنا بيهم. خلينا يعني نتجاوز النقطه دي، خلينا نتجاوز فعلا، يعني عملتوا موسم الحمد لله على الموسم اللي عدى مجهود وبنشكر الناس على المجهود اللي بذلوه مدير الامن ومدير الاحكامدار والناس، لكن نتمنى ان احنا عشان نتجاوز الاخطاء دي في الماتشات الجايه ان شاء الله باذن الله. بس عايزين مش عايزين نقف عندها كتير، وعايزين نشوف الاجابات اللي موجوده. وموسم عدى على اكمل وجه. طيب المؤتمر الصحفي يعني بعد الماتش كبير ومهم زي ده ما حصلش، مع ان يعني ناس كتير بتبقى عايز تسمع كابتن فتحي وحضرتك اللي حصل ان حضرتك النادي الاهلي مجلس ادارته بالكامل شركه الراعي من الاهلي البروتوكول رئيس النادي او نائبه الاهلي ونائب نادي الزمالك رئيس الناديين والكبير اللي وراه ومندوب اتحاد الكوره هو السيد الوزير، فالنادي الاهلي انسحب مجلس ادارته بالكامل. حصل انتباك للمشهد عموما، انسحب بعد الماتش ما حضرش مندوبه ما جاش ما وقفش يعني تحت ما وقفش مندوب النادي الاهلي تحت في تسليم الجوائز. ايوه طبعا البروتوكول كان كده، كنت من الناديين مشيانه طبعا مع عدم تسلم ربك المشهد كله. الحاجات دي مش عليها عقوبات يا حاج محمود؟ عليها اكيد. والله الكابتن علاء استلم الميداليات، يعني هو الكلام لو كان ده امتنع كان يبقى فيه عقوبات. لا انا قصدي على مجلس الاداره اللي هو محدش بيقول يعني مجلس احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي لازم يكون موجود واحد، لكن ما فيش عقوبات في اللائحه هي حاجه شرفيه وحاجه مفروض بروتوكول يعني.
هو دي الرياضه يا كابتن طارق، اصل الرياضه صح. انا عارف يا حاج محمود، لا سؤال بس انا عشان زي ما سالتك بتتكلم، انا متابعك يعني الماتش كان كويس وكان فيه شغل جميل واخطاء يعني كوره، كان كوره ماتش كوره على اعلى مستوى وكسب الافضل. طيب هل ده ممكن يهدد، هل ده ممكن يهدد السوبر اللي قادم يعني، ولا شايف ان السوبر لا لا بالعكس، بالعكس السوبر القادم في ميعاد وفي ابو ظبي ان شاء الله، متحدد كل حاجه، الموافقات جت يوم 16 ان شاء الله جمعه موجود في استاد ابو ظبي وملزم للجميع ان هم يلعبوا ان شاء الله. يعني اعتقد بطوله جميله يوم ان شاء الله. لكن ما سمعتش حاجه عن موضوع ان ممكن يعني احد الفريقين او النادي الاهلي ممكن يكون مثلا في مشاكل ولا حاجه في الموضوع ده، ولا هي ما لا 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 ما تفكرش يعني كله تمام. اعتقد ان هم محتاجين يعملوا بطوله تمام يعني في اخر بطوله في الموسم كمحليات، اعتقد ان فرصه لهم يسووها. مشكورك يا فندم، شكرا جزيلا. حاج محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره، وادي طبعا لقطات من الماتش قبل المباراه. طبعا بنشكر، برجع تاني واشكر بجد على المجهود القوي جدا 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 من زميلنا مهيب، ويمكن مصور معاه طبعا زين، عملوا مجهود خرافي النهارده وكالعاده بصراحه اللي بيعمله مهيب عبد الهادي في اللقاءات الحصريه. واعتقد كل المواقع جايبه من عندنا كل اللقاءات النهارده من داخل الملعب ومن فيترو سبورت طبعا، ده كله من عندنا. بشكر طبعا مهيب، شكرا جزيلا. والاعداد مع محمد دمرداش طبعا نجمنا، ويسر عاصم مخرجنا، وكل اللقطات دي هتلاقوها في كل حته، واعتقد كل المواقع جايبه كل اللقاءات اللي احنا عملناها في الملاعب اليوم النهارده. بشكر بجد كل الاعداد، واشكر زميلنا مهيب على تعب، احنا بنتعب كتير قوي، الناس دي بتتعب كتير قوي، موجودين من الساعه 4 و3 الظهر في الحر في الزحمه، ولكن عشان نجيب لكم المشاهد دي كلها لا مجهود قوي ومجهود مشرف من الاعداد عندنا ومن زميلنا مهيب عبد الهادي مدير البرامج الرياضيه. بشكرهم شكرا جزيلا.